العدو الأكبر لينا هو المضادات الحيوية، اللي هو لو ما أوجدناش بدائل الفترة الجاية في 50 مليون بني آدم هيموتوا، مظبوط؟ ده حقيقي، ده حقيقي. أنا بشكر حضرتك مبدئيا على المقدمة الرائعة دي، حضرتك أثرت عليا كتير في اللي كنت هقوله. زي ما حضرتك تفضلت، مقاومة المضادات الحيوية دي محطوطة دلوقتي على رأس قائمة أولويات منظمة الصحة العالمية، صحيح، منظمة الصحة العالمية صنفتها إن هي الخطر الأكبر اللي بيهدد صحة الإنسان والحيوان في القرن 21. يكفي إن حضرتك والسادة المشاهدين تعرفوا إنه آخر ريبورت لمنظمة الصحة العالمية بيقول إنه في جائحة كوفيد 19 سنة 2019 قدرت حالات الوفيات بسبب المقاومة للمضادات الحيوية فقط 4,900,000 حالة وفاة، وده في ناس كتير ما تعرفوش، لأنه كان في خلط ما بين الوفاة بسبب الفيروس أو البكتيريا الانفكشن المصاحب للفيروس، وده اللي كان يعني السبب الموضوع ده الرئيسي في أخطر حالة علينا، الوفاة. أخطر علينا من كورونا، يعني كورونا اللي قعدتنا في البيت طبعا وحبستنا، طبعا ما يعني اللي ماتوا فيها مش قد اللي ماتوا من موضوع المضادات الحيوية. بالظبط كده. نفس التقرير كمان بيقول انه بحلول عام 2050 هتكون مقاومة المضادات الحيوية هي السبب الأول حول العالم للوفيات. حوالي عدد الوفيات هيقدر بحوالي 50 مليون، يعني متجاوزة عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق. فالموضوع فعلا خطير، وتهديد كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله. صحيح، حضرتك بدأت تشتغلي على بديل للمضادات الحيوية. بالظبط كده. انا حابه اوضح ليه في الاساس احنا اخترنا نمشي في اللاين ده. احنا المضادات الحيويه اللي موجوده في السوق كلها حتى الاحدث منها بتشتغل بميكانيزمز محدده على البكتيريا. بكتيريا اذكى مما نتخيل على فكره. كل المضادات الحيويه البكتيريا عرفتها، ابتدت تعمل ميوتيشن او طفرات ضدها، بقت مقاومه ليها، فبقت كل المضادات الحيويه اللي موجوده دلوقتي يوزلس. صحيح، في فئات كتير من المجتمع معتمد على المضادات الحيويه بشكل بنقول عليه prolonged، يعني اولا ما حدش فينا بيستغنى عن المضادات الحيويه. في مرضى زي مرضى الكانسر ربنا يعافي الجميع، صحيح، في المرضى بعد العمليات اللي بيعملوا زي تغيير المفاصل، حتى حالات الولاده القيصريه، حتى الشغل في الاسنان، كل ده بيحتاج مضادات حيويه. وزي ما حضرتك تفضلت صحيح، بقى في مقاومه ليها لما بيجي بقى وبيجربوا يعني، المزرعه. حتى اللي بيعملوا عمليات تغيير المفاصل دول بأعتقد بيدخلوا ياخدوا عينة بشريط كده عشان يشوفوا أنواع الميكروبات ويعملوا مزرعة. موضوع صعب، صعب، بالظبط كارثة. بالظبط بالظبط. ليه الموضوع بقى يوزلس؟ لانه زي ما قلت احنا كل المضادات الحيويه بتشتغل بميكانيزمز محدده، فما فيش ميكانيزم جديده اصلا نقدر نشتغل عليها. بس على فرض حتى ان كان في ميكانيزم جديده، يعني الشغل على المضادات الحيويه بياخد وقت كبير جدا، في اوقات ممكن يصل ل 20 سنه. في مشكله اكبر كمان، انه بيحتاج بادجت مهوله، بيحتاج صحيح، ميزانيه مهوله، ما بقتش افيلبل زي الاول مع مشاكل يعني الاقتصاديه اللي بتواجه المعامل. صناعة مضاد حيوي الجديد يا دكتور بتتكلف قد ايه؟ حوالي احنا بنتكلم في مليارات الدولارات. مليارات الدولارات. ده لو في ميكانيزم جديد هنشتغل بيها، بس حاليا ما فيش مفيش، لان عارف انا لسه كنت اصلا بقول ده في المقدمة، يعني اصلا. عشرات السنوات لو قدرنا نوصل ده لنوع حقيقي، مضاد حيوي جديد، لو قدرنا كمان. ده حقيقي، ده حقيقي.